مساء الخير واهلا وسهلا فيكم باحلى جلسه مع حلقه جديده وضيوف جداد رح يحلوا جلستنا اخبار وقصص طريفه ومهضومه بنسمعها ما بتسمعوها كل يوم بس بتسمعوها وبتشوفوها مع ضيوف يلي بيكونوا معنا على هالطاوله باحلى جلسه. ضيفنا يلي رح نستقبله هلا كمان عنده وصفه كثير مهمه ليصير الكلام غزل، عنده وصفه ودواء لحتى نشوف كيف رح يصير هالكلام غزل. نستقبل الفنان محمد باش. محمد مساء الخير. يعني كيف يعني دواء للمعده بيصير دواء للغزل؟ دواء الغزل هي مره كنت بالايام الامتحانات بالمدرسه الفحوصه فكنت ستريس كثير قبل الامتحان فبي هيك خدمني خدمه قال لي خذ الحبه وروح على الفحص رح تعمل كثير منيح. الشيء اللي بتذكره انه انا فتت على الامتحان وخلصت الامتحان ما بتذكر كيف عملت. الشيء اللي بتذكره انه انا لقيت حالي جوا مدرسه البنات عم غنج الناظره يعني ثانويه البنات فاتح ثانويه البنات وانا عم غنج الناظره والناظره عم بهدلني بتشحطني لبرا وانا عم بحكي وتغزل فيها وتغنجني لحد ما اجوا رفقاتي وشحطوني المدرسه قالوا شو فايت عم تعمل هون وانا ما واخذوني على البيت ولا متذكر شو عميل يعني الدواء خلاني هو دواء مو دواء للمعده هو دواء بيريح الاعصاب شوي بهدي الاعصاب بيرخي الاعصاب فلدرجه انه انا ما عاد عرفت حالي وين ريحك كثير وصرت على اخر ارتحت على اخر وقت بدي اخذ منها لاحكي ايفون كلمتين حلوين هاي جنات بس اوعى تاخذها ايفون ايفون يعني لا ايفون ولا جيتا جيتا خلصت خبريتها بخمس صفحات بس لا اقول لك شيء منين نلقط كلمه عن توكد انا وعن احكي ولو يا ايفون منتبه على كل شيء انا منتبه عليك 12 مره وبتابعك وبنبسط فيك 12 مره منتبه والله لانه بس انا انتبهت لها من اول ولا سبورتيف لعيب باسكت معقول دغري شفت لانه نادين هيدي لقطتها كمان قلت لها منين جبتي هالكلمه منين قلت لها هيدي دومينيه عن توكد ما تفهمت لي شيء عن توكد يعني عن تاكد عن توكد عم تطلع عم توكد ايه مثل منوكد بكره النمل يعني هيك بس اللي انا مثل بيعطوه مثل عم تطلع بوكله كل عم توكد بست حلوه بخواجع له بتوكد بكره النمل مضبوطة انا كتبها بمسرحيه بنت الجبل بقول له ليش بنتوكد فيه؟ مش متوكد فيه؟ ايه متوكد فيه خلي وكدوا باحلى جلسه لانه بعد الفاصل رح يكون في رقصات سلو ستريبتيز والجاردون قرر انه يشارك بالمسرحية بعد الاعلان باحلى جلسة خليكم معنا. يوصلوا على اخر الكنيسة يوصلوا على الكنيسة هيك يحس انه في شباب هونيك في شيء يرجعوا يلفوا على تاني محل ويرجعوا على تاني على الشمال وينطوا يردوا يتطلعوا تاني في جاردون لحقهم يركض الجاردون يركضوا يوصل على الكنيسة فهنا كثير ورا الجردون الجردون وعبده عم ينطط أكثر منا بعدين قعدوا على الكرسي وهي كان عندها عادي بالمسرحية بحيط اسمه دكتور جوهر ساعة عيط له صنوبر ساعة عيط له عمر ساعة عيط له بالمسرحية هيك بقى قال له شو تغيروا شوي الجو رجعت من الجردو قلت له لا يا عنتر الجردون يلي رقص للمثلين حطوا سيرة نبرم 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 حاصله بقوم هو بيعزم من 12 إلا ربع على السلو بعدين من زمان ما كان سلو هيك اللزق ببعض كان هيك سلو هيك هيك اوكي ماشي الحال بقوم بيعزمني هلا انا عم برقص هيك مبسوطه غنيه يمكن الفيس بريسلي حدا بتطلع هيك اما في شجره بالحي بلاقي روب دو شامبر تبع الماما وانا هيك هي امي وما بدي ابرمه هيك لو بشوف امي فضلتني هيك عرفت كيف ملزقت بالارض كيف لزقنا مدير المسرح للكراسي لزقت بالارض صرت ارقص هيك طلعت هيك لقيت امي عم تقول لي فيفيان على البيت على البيت خلص وانا اقول لها اعمل لها هيك من وراها عرفت كيف؟ كان كثير يعني انا ايد عبطته وايد يا ماما روحي على كل حال طوني ترقصوا معاك؟ اي والله نحن قبلكم ب 20 سنة كنا نلزق كنا متمدين اكثر استاذ منيح كانوا يلزقوا بالرقص بعدين بعدوا بعدين لزقوا وضلوا لزقوا حسب ولاية اي رئيس جمهورية حسب اي ولاية طوني عيسى عم نحكي عن رقص 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 طوني عيسى لما عرف مين العريس مش فيي مش انا لما عرف مين العريس رقص رقص
كنت عرفت بعد. ما كنت عرفت مين العريس، لو عرف مين العريس ما طلعت من الأساس. كيف مين هو العريس؟ يا خيي خبرية طويلة. ست إيفون تفضلي. بلا تنصيره. هي بلا تنصيره. لغيته. عيام غيري 40، في بيته وحدة عمرها شي 20، هي مهتمة بالتظبيط وكذا. عروس تفضلي يا بشوكة. نحن قاعدين على البر، أنا مش منتبه لابس كنزة، كنا تأس شو شتي مساع كثير، كنا بتشرين. رفيقي قاعد على البر ورفيقته، أنا عم بشرب هيك عم فكر بالجيش كيف بدي أرجع بكرة وكذا. إجت عم بتقول له هي سوري أستاذ فيك ترقص مع العروس لأنه ما في شباب كثير بالسهرة وكذا. أنا كذا قال له هي الشاب اللي معي هو بيرقص. أوكي. إجت علي قلت لي بوصر هلا، كنت بدها تشك علي أو شيء دغري زباط كنزتي وكذا. هاي بتفحش بس بتشكشك. ايه قالت لي سوري العروس بدها معنا عروس وبدنا نرقصها. قلت لها انا بدي ارقصها؟ قالت لي بدك ترقص وكذا، هون استحقيتها. قلت لها نرقصها شو المشكله؟ 17 يوم وقت وقت بلا تنصيري طلعنا على البوديوم هذا الصغير وبلشت رقصها. صرت تشلحن الكنزه تك الزرار بقينا كل شيء بالفلانيل وإز بفوت العريس. عفوت الايفون فوت العريس. شو عريس؟ عريس من هودي فيني واف؟ واف واف. ايه عريس من هودي الزند 120 خصر هيك بس كتف هيك. مثل البوكي، بوكي اما تبع العروس شكله. يعني ايده فخد. ايه ايده فخدين عندي. كده ضعيف كثير. سو فات العريس طلع فيها بحمل سيجارة تخن هيك على قده. زيح راسك. عمل لي هيك. عيني من تحت لفوق وفوق لتحت هيك. قال لي انت مين؟ قلت له انا عم برقص. قال لي مع مين عم ترقص؟ قلت له مع العروس. قال لي بتعرف مين بتكون العروس؟ قلت له مين؟ قال لي مرتي المستقبلية. قلت له انا ما خصني برقبتي فوق. كيف صار صوتك؟ رجلت من وقتها. توني على كل حال انت مثل ما رقصت العروس هيدي العروس، على كل حال بترقص انت لازم يعرفوا كل الناس انك بترقص سابق الفولي بول. توني عيسى باحتراف لعبة الفولي بول أو كرة الطائرة عنده إياها، شفناه عم بيلعب فولي بول لتوني عيسى، عم بيرقص الطابة منيح، بنشوف سوا هالريبورتاج. متابعين احنا وياكم أحلى جلسة ومكملين هلا مع أخبار السيارات. ست إيفون أنت بتتأكدي لما تكوني بالسيارة إنه الكل موجودين قبل ما تمشي؟ أكيد بتتأكدي، خاصة جوزك بتتأكدي إنه موجود بالسيارة قبل ما تمشي؟ هيدا كنا عند بنتي ونزلنا لنطلع بالسيارة. أنا أول مرة بتسيب بحط بوز السيارة هيك على مستوى الطريق، والطريق هونيك بيجوا من فوق ومن تحت، يعني بدك توكد على الميلتين. طلعت أنا على السيارة عن سوق توكد روح لك هون. بدي أسمي ابني وكد. بدي وكد على الميلتين. أطلع روح. أطلع لا خليك خليك على راحتك على راحتك. على راحتي. إيه هيك بيطلع الحكي أكثر بطلع بيخدر. عبري عبري. إيه عبر أكثر. إيه صفيتي بوز السيارة. بوز السيارة على مستوى الطريق. كل مزلو. كل عمري بوقف هيك. كيف؟ هارة كيف بتوقفي؟ فوت وبوقف هيك بيطلع السيارة من وراء على الطريق. أوكي. هالمرة سيئة بالعكس. بوز السيارة على الطريق حاصله. نزلنا من عند بنتي طلعنا بالسيارة. طلعت أنا قعدت سكرت الباب. حرام معي حميتي أنا مرة كبيرة يعني. هديها جوزي وطلع قعدها لقدام وسكر الباب وراح هو من ورا ليقعد ورا وقعدها هي قدام مرة كبيرة وراح تيقعد وطبش الباب. أنا انبسطت إنه على الميلتين ما جي سيارة يلا قلقت ومشي طبش الهورة ومشيت أنا مسافة كبيرة يعني. بعد ما مشيت ولا بعد حتى هلا ما في شيء يضحي. لا مشيت انا مسافه. مشيتي مظبوط. حاصله لك لا تقط شو ما قال اعطيك طول خلص خليها كمل. لانه ليكي اذا قصصناكي كثير عم تتاثري انت يعني. ايه بقى مسافه بعيده مشيت انا بدق بنتي على التليفون قلت لي ماما قلت لها شو؟ شو تعطيني اليوم؟ لا قطعتيني البابا تاحكي معه كمان. ايه ضربت على راسي. لا ما ضربت ولا شيء قلت له ويام احكي مع ميرنا وقتلت التليفون انا عم سوق وديس ورايحه انا بسوق بعجبك بالسواقه مش بس بالسواقه ايه سواقه ويام رد عميرنا احكي مع ميرنا ما رد
قلت له رد اشبيك احكي مع مين انا بدي اياك يا دلي قصر لك انفت الورقه يا دلي غب على قلبه لا معني رد يا دلي قصر لك انفت ما في حدا ورا يي وينه اخذت التليفون قلت لامير انا بينك ما بصير وينه قلت لي وينه ما تركتيه على الطريق وفي الليل وانا جيتا ايفون تتاكد انه معها حدا بالسياره انت أنا كمان بتتأكدي؟ أنا ليلة عيد الميلاد مستعجلين بدنا نروح نتجمع العيلة كلنا سوا عند خيي نتعشى. خلصت القصة؟ لا ما خلصت القصة، هون بدي أشيل الفرق تبع هيدي ما فيش وقت. يلا اوكي دقيت استمتعتي وحي مني. إي مظبوط. ونازلين من البيت مستعجلين كلنا سوا والتليفون عم بدق ومعجوقين وعم بطلع بالسيارة وبنت حدي عم تحكي. هلا أنا طلعت لورا قبل ما أطلع بالسيارة، طلعت سكرت الباب، التليفون عم بدق ما طلعت بالتليفون، ركبت أريير وزعجني بابا نويل واقف على الطريق وبابا نويل يعمل تينغ 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 وبراسي انه شو مزعج هالبابا نويل وهالجرس اللي عم بيدق لي فيه وركبت اريير ورجعت بكل قوه انا وبوم فت باختي يا حرام قلعت ووقفت وراي انه بابا نويل عم بيعمل لك شو انه حتى توقع عم بيقول لها انتبهي تينغ على الشباك بس كان في هديه حلوه كادو حلو على نويل ايه رفراف يا توني توكل مزبوط هنا توكل اجا رفرافين رجيكي صار معي اكسيدان حلو كثير صار معك اكسيدان حلو كثير